طيب احنا كنا بنتكلم على فكرة الألعاب الإلكترونية وازاي الأهل ياخدوا بالهم من الألعاب أو المحتوى الإلكتروني اللي الأطفال بتتفرج عليه، وطلبنا من حضراتكم تبعتوا لنا تقولوا لنا عمركم قد إيه؟ سنك قد إيه؟ أو سنك قد إيه؟ بتلعبوا هذه الألعاب ولا لأ؟ وبتسمحوا لأولادكم يلعبوا بيها ولا ما يلعبوش؟ فبما إن احنا هنروح طبعاً بكل تأكيد للصديقة والزميلة العزيزة منى الشرقاوي، ومنى عندها طفلين جمال ربنا يحرسهم، فعايزين ناخد من خبرتك كده يا منى قبل ما تقول لنا احوال الطقس والتفاصيل بقى بتاعت الجو وكده، نعرف منك بعد صباح الخير طبعا. صباح الفل. ايه اخبار البيت وازاي بتتعاملي مع الاولاد؟ انت عندك ولد وبنت. ايوه. في الامور الالكترونيه والالعاب خصوصا. صباح الخير يا حسام، وصباح الخير يا جوانا، صباح الخير على كل مشاهدينا. احنا بيبقى عندنا قصة كده في خناقات الألعاب. أنا جزء مهم جدا من مرتبي بيروح لشحن لعبة روبلوكس. أيوة أنا سمعت عنها كتير. روبلوكس أنا سمعت عنها خالص. أنا سمعت عنها كتير قوي. واحنا بنلعب عندنا كول اوف ديوتي وبنلعب فورتنايت، يعني عندنا ألعاب الألعاب اللي بنبقى مهتمين بيها. الفئة العمرية بتاعتهم بتختلف، البنوتة الصغيرة بتحاول تقلد أخوها فبتحاول تلعب. الألعاب الجرافيكس يا حسام انت بتبقى حاسس ان انت جوه اللعبة، يعني انا ببقى قاعدة جنبهم الانفعالات بتخضني، يعني انهم بينفعلوا جدا والصورة كويسة قوي والأصوات كويسة قوي والشات بيبقى مفتوح هو وأصحابهم، فأنا ببقى حاسة إن إحنا كلنا قاعدين في نفس المكان، سواء هو ولادي قاعدين مع أصحابهم أو أصحابهم قاعدين معانا. يعني أنا ببقى قاعدة لو ما أناش قاعدة معاهم وقاعدة في أوضتي مثلا وسامعاهم، أنا ببقى سامعة كأنهم قاعدين معايا. ببقى هو أنا عندي حد في البيت ولا إيه الحكاية؟ مش هنقدر نمنع، لكن نقدر نبقى متواجدين. مش هنقدر نقول نحدد وقت، لازم نبقى متواجدين بشكل او باخر وندعي ربنا. ما عندناش حلول تانية، لان مش هينفع الاطفال تبقى يعني بره السياق اللي موجود في كل مكان في العالم. وخلاص احنا بقينا عارفين ان الناس كلها بقت كونكتد او بقت يعني متوصله ببعض عن طريق الانترنت وعن طريق الحاجات اللي هي الشباب والاطفال بيستخدموها، فخلاص ما بقاش في مجال للمنع، لكن في مجال ان احنا نتكلم ونفلتر ونتفق ان احنا دي عنفها زياده، لا دي دمها تقيل، لا دي مش مناسبة، لا دي أختك الصغيرة مش هتبقى قادرة تتابعها، ممكن تسبب لها كوابيس، لأن فعلا بيبقى فيه يعني عنف كتير في كتير من الألعاب. خلينا بقى ناخدكم في جولة سريعة لأحوال الطقس النهاردة. النهاردة هيكون فيه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. النهارده كمان في اتربه في الجو ونشاط رياح على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. درجه الحراره في القاهره 18 درجه، اقل درجه حراره في كاترين 11 درجه، واعلى درجه حراره في شلاتين 22 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول لكل الناس اللي ما نزلتش نقول لهم احوال المرور في شوارع القاهره وبعض المحافظات. هنبتدي جولتنا ونأكد ان غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتتابع حركة السيارات اعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية اللي موجودة على الطرق، وطبعا بيتم مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المراقبة عشان ترصد اي كثافات مرورية في المحاور، وطبعا بتنتشر الأوناش المرورية علشان ترفع اي معوقات مرورية سواء حوادث او اعطال. هنبتدي بقى من القاهرة ونبص على الكورنيش اللي جاي من ميدان المؤسسة، هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لعبد المنعم رياض. أما طريق الكورنيش بقى للي جاي من المعادي هنلاقي برضو بعض الكثافات المرورية البسيطة عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير، كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس احنا شايفين فيه سيولة مرورية، اللي هيكمل أعلى كوبري لمناطق غمرة والعباسية ومدينة نصر هيلاقي بعض الكثافات المرورية، لكنها كثافات متحركة مش هتعمل أي مشاكل أو أي تعطيل. حركة السيارات بقى في محور صلاح سالم المتجه نفق المرغني ومصر الجديدة برضو هنلاقي سيولة مرورية، اللي متجه من الجيزة للناحية التانية إجمالا هيلاقي الأمور طيبة ومعندوش مشاكل. نروح بقى للجيزة،
هنبتدي في شوارع الجيزة ومحور 26 يوليو، هنلاقي طبعا بعض الكثافات المرورية البسيطة للمتجه لميدان لبنان. اللي جاي بقى من أكتوبر من خلال الطريق الدائري هياخد باله أن محور صفت في بعض الكثافات المرورية لغاية إشارة جامعة القاهرة. لو بصينا على شارع الهرم اللي طبعا في الفترة دي هنلاقي في بعض الكثافات المرورية، خصوصا على أعمال الإصلاحات اللي موجودة وأعمال الحفر اللي موجودة. هنلاقي طبعا الكثافات المرورية بتزيد مع مواعيد الذروة وبتوصل لمنطقة مشعل من شارع العشرين ومن شارع الطلبية، كل ده هنلاقي فيه كثافات مرورية. اللي هيتجه لكوبري الجيزة ولغاية شارع فيصل هيلاقي برضو كثافات مرورية. اللي هيكمل لغاية الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية. بعدها بقى هنلاقي بعض السيولة المرورية من شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة ولغاية ما بنوصل مناطق بولاق وإمبابة. لو رحنا بقى القليوبية هنشوف الطريق الزراعي اللي جاي من القاهرة، هنلاقي سيولة مرورية، لكن طبعا بعض الكثافات المرورية هتبتدي من الساعة 5 الفجر كده قبل مطلع الدائري للإخوانا اللي جايين من المحافظات ونازلين القاهرة، فبيبقى عندهم يعني محتاجين يجوا بدري. فهنلاقي من الساعة 5 فجرا، وخصوصا كمان عشان في شبورة خفيفة هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو كملنا هنلاقي لغاية ما بنوصل لميدان المؤسسة برضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطة. لو بصينا بقى للطريق الزراعي المتجه لبنها وكفر شكر هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري. هنلاقي كمان بعض الكثافات البسيطة قدام اللي جاي من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي، وبيفضل أو بننصح إنك تسلك طريق شبرا بنها الحر. نروح لأسوان الأكثر سيولة مرورية والأكثر اعتدالا في الأحوال الجوية. هنبتدي من ميدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، هناخد شارع الكورنيش اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة طول ما انت ماشي على الشارع لغاية ما بتوصل لمنطقة الفنادق. في بعض الأحيان بنلاقي تكدسات مرورية خفيفة أو تمركز قليلا، بعدها بنلاقي سيولة مرورية، لكن عادة ده مش بيبقى موجود في الأيام دي. دلوقتي احنا خلصنا كده جولة مبدئية في أحوال المرور والطقس، نروح على طول لحسام والجمانة نبتدي معاهم فقراتنا. اتفضل يا حسام واتفضل يا جمانة. شكرا جزيلا يا من. عفوا.